خلوني نبدأ فقرتنا التانية بضيوفنا وشبابنا وبناتنا وأجبالنا اللي عندهم حب الانتماء والولاء لبلدنا. اتربوا كويس، اتربوا على حب الوطن، بيغنوا للوطن، بيقولوا شعر الوطن، بيألفوا كلمات، عندهم الحس الإبداعي. شباب متمرس، أنا شايف إن شاء الله ده بكرة اللي هيحملوا الراية وبكرة اللي هيقدروا المسؤولية. وخلونا نرحب بالشاعرة الصغيرة ملك معوض، أهلا وسهلا بك يا ملك. المطربة الشابة الصغيرة برضو أشركة سليم، أهلا وسهلا بك يا أشركة. أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا بنقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وأنا عارف إن أنتم جايين من سفر. خلونا نسمع ملك وهي بتقول لنا حاجة بمناسبة العيد اللي باقي أيام بسيطة عليه. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كل سنة وأنتم طيبين، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نسمع قصيدة بحلول عيد الفطر المبارك، كلمات الشاعر العميد محمد هيكل. وباني هلال وقول شوال، خلاص بيفوح بنسمة عطر، بدون تفكير نروح للخير، وأول شيء زكاة الفطر. وباني هلال وقول شوال، خلاص بيفوح بنسمة عطر، بدون تفكير نروح للخير، وأول شيء زكاة الفطر، عشان كل البشر تفرح وفرحتنا حقيقي تدوم، عشان ما نسيبش في اليوم ده ولا محتاج ولا محروم. نصلي العيد ونجري بقلب صافي سعيد، نزور ناسنا وأهالينا، جيراننا وكل ما لينا، ولا يخطر على بالنا عتبنا يوم لبعضينا. قلوبنا للجميع سمحة، عيوننا رايقة ومسامحة، نهني بعض ونبارك، ده يوم اللمة والفرحة، ده يوم العيد وده اليوم اللي فرحت بيه قلوبنا كتير. يا رب اجعل جميع أيامنا خير وسلام وفرح كبير، يا رب اجعل جميع أيامنا خير وسلام وفرح كبير، وشكرا. يا رب يجعل ايامنا خير وسلام وفرح كبير. نرجع لاشركت ونسمع منها حاجه اول مره تبقى معانا في البرنامج، وانا شايف ان موهبه محتاجه حد يبص عليها وحد يتابعها. مين كان بيدربك؟ احب اشكر في الاول اللي ساعدني على ان انا امشي في المشوار ده، الدكتور محمد عبد السلام هو اول من ساعدني، واللي بيدربني دلوقتي المايسترو خالد زاهر والمايسترو صلاح عبد الرازق. طب نسمع بقى حاجه بقى، طالما دخلت في المايسترو والمايسترو ونسيتي الاستاذ ياسر اللي جابك من دمياط عشان تطلعي في البرنامج. نسمع حاجه. العود. يا اعلى نجمه في سمانا، يا احلى نسمه في هوانا، يا احلى نسمه في هوانا، يا اعلى نجمه في سمانا، انتي حياتنا ودعانا، يا بلدي يا مصر، يا بلدي يا مصر، ندوب ندوب في حبك ندوب، يا عشق مالي القلوب، نعيش نعيش في ظلك، نقول يا شمس مالهاش غروب، ندوب ندوب في حبك ندوب، يا عشق مالي القلوب، نعيش نعيش في ظلك، نقول يا شمس ملهاش غروب، انتي حياة الروح،
مصر صباح صباح نهارك حنان وللمساء أمان ويوم ويملؤك دعين ويوم بعدك هوان يا سكنة جوا العيون والقلب طول الزمان خطوة طريق معاكي حب الحقيقي هواكي يا أعلى نجمة في سمانا يا أعلى نجمة في سمانا يا بلدي يا مصر. الله عليك. يعني احنا شايفين وحاسين وبنتين أطفال صغيرين جايين من آخر الدنيا من دمياط في وقت متأخر عشان يوصلوا رسالة لكل الناس اللي الخونة والمرتزقة اللي قاعدة تهاجم البلد. البنات الصغيرة ديت بتقول لكم عيب اختشوا على نفسيكم، يعني كل واحد يخلي عنده دم اللي قاعد في قطر وفي تركيا وبيهاجم بلدنا، الأطفال ده بترد عليكم. أنا عاوز أسمع حاجة بالعود. ماشي تمام، هو تدريب شخصي فمش مش مشكلة، طالما جبت العود معاك يبقى نسمع بقى العود. يلا. اسمع مالك بقى طالما جينا وسافرنا و يلا نسمع قصيدة بحلول عيد الفطر المبارك كلمات الشاعر رضا أبو الغيط. العيد خلاص هل علينا وفي إيده صفوة أمانينا ومصرنا الغالية علينا بتهني ناسنا وأهالينا من بدري قايمين بنكبر ونقول عظيم الله أكبر والفرحة في قلوبنا بتكبر بعيدية بتدفي ايدينا في الصبح بدري بنتفسح والكل من قلبه بيفرح وشيخنا من الفجر تسبح وبتدعي لبلدنا ولينا الكحك مرصوص في صوابع وفي حضن فندق وزدان وأماني بتقول
جديد وصفوة أمانينا. جميل، احنا يمكن الوقت عدى سريعا معانا. بنتين اطفال جمال، حس وطني، وانا عاوزكم تقولوا رساله للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عجاله، انتوا الاثنين تقولي ايه للرئيس. احب اشكره طبعا، اشكره شكر جزيلا على اللي هو قدمه للبلد. يعني اللي قدمه ده حاجه مش حاجه المفروض نذكرها، المفروض ان احنا نذكرها في كل وقت وفي كل حين، لانه بجد كتر خيره، كتر خيره على اللي عمله معانا بجد. انا بشكركم وبشكر مشاهدينا الكرام على وعد بلقاء متجدد ان شاء الله، وانتظرونا في ليله العيد وسهره الاغاني والانشاد الديني. خالص تحياتي وكل شكر وتقدير لفريق العمل والسادة الاستوديو والمؤدين. تقبلوا تحياتي، محمود عمرو.